وصل البابا فرانسيس إلى البرازيل للمشاركة في الأيام العالمية للشبيبة التي تحتضنها مدينة ريو دي جانيرو على مدى أسبوع، في أول زيارة له خارج إيطاليا منذ انتخابه قبل 4 أشهر. وكان في استقبال البابا رئيسة البرازيل ديلما روسيف قبل بدء الاحتفالات يوم الثلاثاء. وفور وصوله حضر بابا الفاتيكان من أزمة اقتصادية تواجه جيل الشباب الحالي، وحث على بذل الجهود لضمان مستقبل خالي من مثل هذه التحديات.